عروض فنية قدمها أطفال طلائع البعث من محافظة اللاذقية في اليوم الختامي للأعمال المدرسية للملتقى الفني المركزي في مدرسة الشهيد فراس دالي في اللاذقية. قطار الفرح الطفولي يصل إلى نهاية العام الدراسي، حيث يقدم رفاق الطليعيين من كافة المناطق الطليعية من خلال البيان الفني المركزي لطلائع البعث مجموعة من اللوحات الفنية الفلكلورية والشعبية والوطنية أيضا الهادفة. نحتفل اليوم مع رفاقنا في فرع الطلائع بالبيان الختامي المركزي على مستوى المحافظة، الذي جاء تتويجا لبيانات التي أنجزت خلال الأشهر الماضية على صعيد المناطق. يقام هذا البيان الفني الذي يعتبر هو خلاصة الحفلات التي كانت تقام والفاعليات بضمن انتقاء المواهب الأفضل وتقديمها بالشكل الأمثل. كان نتاج المناطق، هل الفقرات اللي بدنا نشوفها اليوم هي نتاج كل المناطق، الفقرات المميزة بكل المناطق، والبيان المركزي هو عبارة عن تشجيع لرفقاتنا بالسنوات القادمة من شان يعملوا فقرات تكون مميزة ويكونوا هني مميزين. نحن اليوم رح نقدم بهالملتقى عرادة شامية، قدمنا عرادة شامية كتير حلوة وانبسطنا كتير والجمهور انبسط. شاركت اليوم بفقرة فنية رقصة شعبية لحب لوطني. منحب نرسم البسمة على وش كل الطلاب في أكثر من مدرسة مشاركين بهذا الملتقى. نحن مشاركين بفقرة بدنا نعبر عن حب الوطن وعن حب بلدنا. جينا شاركنا بهذا اللقاء برقصة علي الكوفية لنعبر عن حبنا لأولاد فلسطين ولسوريا. تتويجاً للفعاليات على مدى عام كامل لانتقاء المواهب الأفضل من خلال تقديم أفضل العروض الفنية المتنوعة مع نهاية العام الدراسي.